بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. نرحب بكم مجددا إن شاء الله إخواننا. اليوم نتحدث عن استعمالات الأراضي والتشكيل البصري للمدينة. فحوى هذا الفصل العوامل التي تؤثر على استعمالات الأرض. نتحدث قليلا عن نظريات تركيب هيكل استعمالات الأراضي المدينة، مراحل إعداد المخطط. وإن كنا تحدثنا كثيرا عن هذه المراحل، إلا أنه سنلخصها إن شاء الله بشمولية وتركيز أكثر. خطوات إعداد المخطط الشامل، أنظمة تمييز المخطط الشامل، والمخططات اللازمة قبل وبعد التخطيط، وثم ننتقل إلى التكوين البصري للمدينة. إحنا زي ما تحدثنا في السابق أنه المدينة تتأثر بكثير من العوامل. يعني أي استعمال في المنطقة هو خاضع ليس عفويا وليس عشوائيا، وإنما خاضع لمجموعة من التأثيرات والمؤثرات. سلوك الإنساني مثلا واحدة منها تؤثر، العوامل التي تؤثر على استعمالات الأرض منها عوامل ثقافية ودينية وفكرية، ومنها عوامل اجتماعية تتمثل في الأنظمة الاجتماعية للمجتمع مثل نظام الأسر، حجمها، مجاوراتها، السلوك الاجتماعي، العادات والتقاليد إلى آخر. في عنا عوامل اقتصادية مثل معدلات الدخل والعمالة والبطالة والمصادر الاقتصادية في المنطقة وأسعار الأرض، ومنها عوامل سياسية مثل الاستقرار الأمني والسياسي أو عدمه، أنظمة التشريعات في الدولة، تشريعات تنظيمية الموجودة في الدولة أو في البلدية تؤثر على استعمالات الأرض. يعني عندما تدخل منطقة وترى مباني العمران هي عبارة عن عمارة ثم عمارة ثم عمارة وتربطهم مع بعض، يعني علاقة العمارات مع بعض والمباني مع بعض بنسميه عمران. يعني نتعامل مع كتلة وفراغ وشارع واستعمالات، نتحدث عن عمران. عوامل مناخية، بيئية، توبوغرافية. البلاد الباردة ليست مبانيها كالبلاد الحاضرة مثلا، أو بلاد البحر المتوسط، المدن الساحلية على البحر المتوسط تختلف في طريقة البناء وثقافة البناء ومواد البناء عنها من في الداخل. مبانيها في الضفة عشانها جبلية تختلف عن المناطق الساحلية وهكذا. يعني كل هذه العوامل تؤثر على استعمالات الأرض. طب لو حبيت أسأل مثلا، نربط المادة النظرية دائما بالمجسم العملي. الزيارات الميدانية، احنا لما رحنا وشفنا المباني، درسنا دراسات فيزيائية للمباني، شفنا ارتفاع المبنى، شفنا حالة التشطيب، شفنا الحالة الإنشائية للمبنى، شفنا. طب بدنا نستثمر هذه في هذه المادة النظرية. ايش العوامل الثقافية والدينية والفكرية اللي لمستوها في منطقتكم يا بهاء، في منطقتك؟ كيف أثرت العوامل الدينية والثقافية والفكرية على استعمالات الأرض في المنطقة؟ استعمال الأرض طبعا العوامل الثقافية والدينية بتأثر إنه من حيث إيش الناس تحتاج في المنطقة هذه. مثلا في المنطقة مثلا المسجد حدود الخدمة فيه حوالي 500 متر. نعم. فوجدنا فيه إنه في المنطقة كلها بس مسجدين. مسجد في أول المنطقة ومسجد في النهاية. يعني يوجد في المنطقة مسلمين، وبالتالي يحتاجون إلى خدمات كمسلمين والمسجد. صحيح. أيضاً إنه طبيعة الناس اللي أغلبهم بيعتمدوا إن كانوا على قليلاً على الزراعة، فماذا هذا الطابع؟ يحتاجون إلى. في كثير أراضي زراعية طيب. طب يا أحمد، عوامل اجتماعية تتمثل في الأنظمة الاجتماعية، المجتمع، حجم الأسرة إلى آخره. كيف وجدت ذلك بيأثر على المنطقة؟ أحمد. حسن. العوامل الاجتماعية بنلاقي بطن في نفس المنطقة، بتلاقي في أبراج، عدد طبقات من الأبراج، بتلاقي الأبراج هذه يعني بتلاقي أكثر من شقة في الطبقة وشقة في الأبراج كمان. أربع شقق، بتلاقي في لازم يكون اتصال اجتماعي بين السكان الأبراج هذه، وخاصة برضه في الماضي كان تلاقي بعض المباني قريبة من بعض متلاصقة. في بعض استعمالات الأرض بنلاقي إنه أراضي فيها نظام زي نظام بلال، طابق طبقين، وبين المباني بين مساحة شاسعة. ممتاز. كويس. العوامل الاقتصادية، معدلات الدخل، أحمد. جيت في المنطقة ذات المنطقة توجه إلى السكان جديد، فبنلاقي في المنطقة الحديثة البناء شمالية غربية
منطقة بلاد مشطبة كاملة. يعني الدراسات اللي احنا عملناها اللي هو نوع التشطيب او مثلا مش نوع التشطيب، هل مشطب او مشطب جزئي او كلي، مثلا ارتفاعات المبنى، الحالة الانشائية، كل هذا يدل على معدلات الدخل والنواحي الاقتصادية عند الناس. صحيح ها؟ لو المنطقة راقية هيك معناته معدلات الدخل كويس. العوامل السياسية والاستقرار التشريعات وكذا، هذا بدخل في موضوع المخالفات والأنظمة، أنظمة التشريعات، أنظمة البلدية، كيف الارتداء 3 متر ولا مترين، هذا كله إيش ببين في الشوارع. والعوامل الفيزيائية والمناخية طبعا تؤثر ذلك. بدنا نشوف القيم، يعني عند الإنسان مجموعة من القيم، نشوف الجدول هذا بسرعة هيك. عند الإنسان مجموعة من العوامل، من العوامل المؤثرة تنتج قيم ومثل عند الناس. العامل أو العوامل اللي بتأثر على المجتمع نتيجتها قيم ومثل. نتيجة القيم والمثل نشوء حاجات ورغبات. يعني القيمة عند الإنسان بده حاجة ورغبة عشان تطبق هذه القيمة. واضح؟ طيب الحاجات والرغبات بدها تحقيق أهداف. بعد تحقيق الأهداف بدها دراسة بدائل متاحة. أنا مثلا حاجات ورغبات، أنا عندي قيمة، مثلا عندي دين بدي أصلي، طيب إيش حاجتي؟ كيف بدي أطبق هذه القيمة؟ بدي مسجد أصلي فيه، أوكي صار عندي رغبة، بدي أحقق بناء المسجد، بدي قطعة أرض. قطعة الأرض هذه عبارة عن هدف أحصلها، ثم أعمل دراسة البدائل المتاحة أكثر من البديل، هل هنا مناسب هناك مناسب، المسجد قديش دلهم، أقل أكثر وهكذا، مجموعة من البدائل تنشأ عن طريق هذا السلم الترتيبي. ثم بدي أتخذ قرار، خلاص في النهاية بعد دراسة 3-4 بدائل بدي أتخذ قرار لبديل واحد، بقدرش أعمل بديلين أو ثلاثة، قرارات اثنين أو ثلاثة، لا لازم بديل واحد. ثم بعد تكوين نموذج استعمالات الأرض. وبصفة خاصة أنت بتلاقي برج في المدينة مثلا مبني، هذا البرج لم ينشأ هيك يعني، وإنما عملية طويلة المدى. أول حاجة البرج بده قطعة أرض، قطعة الأرض هذه بدها إيه؟ بدها اتخاذ قرار لانتزاع القطعة، أو إذا كانت ملكية خاصة صاحب هذا الأرض، صاحب هذه الأرض بده يبني عليها. طيب بده حدود الأرض، بده تكون في مشروع إفراز، بده حدودها، بده موقع عام وخاص من البلدية، ثم بده يصمم هذا المبنى، هذه البرج، بده يروح على مكتب هندسي، مهندس معماري، ثم مدني، ثم كهربي، ثم ميكانيكي، ثم يمكن بده مساح، ثم إلى آخره. ثم ببدأ، ثم بقدم المخططات هذه للبلدية، البلدية تقوم بدراسة المخططات وتقر أو لا تقر، بتشكل لجان لدراسة، لجان فنية ولجان محلية، ثم يذهب إلى اللجنة المركزية اللي هي أعلى من البلديات، مسؤول عن البلديات، ثم تقوم البلدية بإعطاء رخصة. كل هذه العملية تحتاج إلى وقت، سنة أو سنتين، 3 سنوات أحيانا، وكل هذه العملية يحتاجها البرج لإقامة هذا البرج. أقيم البرج، إذن فيه صار استعمال للأرض معين، هذا قرار، هذا تركيب، يعني جبنا عنصر ركبناه هنا، ثم بعد ذلك يأتي عنصر آخر ركبناه بعده، قد يفشل تركيب العنصر الآخر فتبقى الأرض فراغ، ينتقل إلى عنصر آخر وهكذا. وبالتالي تفسير عملية الاستعمالات الأراضي وتركيب هذه الاستعمالات هي تفسر بالعوامل اللي احنا اتحدثنا عنها، عوامل كثيرة جدا. ولذلك يعني نجد اختلافات كثيرة جدا بين المدن، وليس من الطبيعي والمنطقي انه كل مدينة زي بعض. يعني ممكن يفكر الانسان انه ليش المخططين هيك بتعبوا كثير، بياخذوا كوبي يعني صورة طبق الاصل من مدينة ما، وبجيبوها في مدينة في منطقة اخرى وبطبقوها زي ما هي. بنفعش ليه؟ لأنه في عوامل في هذه المنطقة تختلف عن العوامل اللي في المنطقة الأخرى. لذلك احنا بنلاقي فروق كثيرة في التطور، درجة التطور والتخلف بين مدينة وأخرى. ناخذ نظريات تركيب هيكل استعمالات الأرض للمدينة، كيف فصلنا ذلك؟ قال صاحب هذه النظرية
نشوفها هي بنسميها نظرية الحلقات المركزية. نظرية الحلقات المركزية تبدأ من حلقة رقم 1، حلقة رقم 2، حلقة رقم 3، 4، 5. هذه هي المدينة تنتظم في حلقات حول المركز. رقم 1 بسموه المركز التجاري، والمركز هذا بسموه Central Business District، مركز المال والأعمال. نشأة المدينة هي بتكون هان طبعا، ثم تتلوها بحلقة رقم 2. طبعا في حلقة رقم 1 بكون النشاطات الإنسانية اليومية والهامة، التجارة، المال، الأعمال، البزنس، المحلات، الأسواق، اللحوم، المواد الغذائية، كل شيء، يعني كل شيء تقليدي موجود في هذا المركز مع بعض الحرف والصناعات الخفيفة جدا. طبعا فيها منطقة سكنية، منطقة رقم 2 اللي هي المنطقة الانتقالية. المنطقة الانتقالية هذه بتكون تقريبا أقل تطور من المركز. ليه؟ لأنه الناس اللي بيشتغلوا هان معظمهم تجار وحالتهم متيسرة، اللي ما بيقدر يشتغل هنا فبخرج من المنطقة هذه إلى المنطقة الانتقالية في منطقة عشوائية، يعني في بطالة، في فيش محلات إلى آخره. أوكي، بعديها بتحسن الوضع إلى منطقة، يعني منطقة سكن العمال، وهذا ذوي الدخل المنخفض. ذوي الدخل المنخفض ليه؟ يعني بحبوا العمال اللي بيشتغلوا في المركز يكونوا ليس ببعيدين عن المركز بسبب توفيرهم للمواصلات وسهولة النقل، سهولة المواصلات، سهولة الوصول إلى مكان أعمالهم. ثم دخل منخفض، ثم الدخل الأفضل، ثم منطقة الضواحي اللي هو الخمسة، الدخل المرتفع والمتوسط. نعيدهم مرة ثانية ونشوف كيف. منطقة رقم 1 قلب المدينة نسميها سيتي كورسو زون أو سنترال بزنس ديستريكت سي بي دي. سي بي دي هذا موجود كثير يعني في المراجع، تسمى بالمنطقة المركزية للأعمال، منطقة أخرى تجارية ملاصقة بجانب ذلك، قد تتمدد من هذه المنطقة الصناعية، وهذا ما يسمى بالقصبات. يعني تشوفين البلدة القديمة، صحيح أنها ممكن تكون بشكل دائري أو يعني شبه دائري، إلا أنه في تفرعات منها قصبات تخرج بشكل إشعاعي خارج البلدة القديمة. منطقة الانتقال هو Transition Zone، وتتميز بتعدد وتغير طبيعي لاستعمالات الأرض، وبذلك يبدأ في هذه المنطقة ظهور مناطق ذات المستويات المختلفة مثل الجيوب المعزولة، مناطق والمساكن العريقة، الأمارات السكنية ذات الدخل المتوسط والمنخفض والهابط المستوى اللي بنسميها سلامس. سلامس يعني عشوائيات بالقرب من المناطق الصناعية. منطقة رقم 3 اللي هو مساكن العمال، وهذه تميز هذه المنطقة شعبية، يعني ذات دخل منخفض نوعا ما. منطقة رقم 4 مناطق المساكن الأفضل. ليش؟ أبعدوا عن المدينة، أبعدوا عن الاكتظاظ السكاني في المدينة، ويستطيع الفرد أن يعني يشتري سيارة أو يكون ملكيته في حيازته سيارة ويتنقل أينما شاء. يعني هو بعد الإنسان عن المركز المدينة أريح له إذا كان قادرا على المواصلات. أنا بعرف يعني بعض السكان، بعض المواطنين من سكان رفح حبوا أن يمسكنوا غزة حتى لو بالأجار، حتى إيش يوفروا المواصلات، لأنه كل يوم 20 شيكل روحة جاية، 600 شيكل في الشهر، بقول أنا بدفعهم أجار هنا وأريح لي وبريح دماغي من روحة والجاية، لأنه بيشتغل هنا أو بدرس أو بدرس في مدرسة أو ما شابه ذلك، عبين وفر له سكن مناسب. إذن المكان البعيد لا يستطيع الإنسان إلا إذا كان يعني يستطيع الإنسان توفيره إلا إذا كان يعني ميسور الحال. منطقة الضواحي البعيدة زي ما قلنا أنه بتصرف بالناس اللي ميسورين الحال ودخلهم متوسط إلى عالي. هذه هي نظرية الحلقات المركزية، وهذه بتفسر وجود منطقة شعبية، وجود منطقة راقية، أو وجود منطقة مركز، أو وجود شارع مواصلات هنا أو هناك بهذه النظرية وهذه الفلسفة. في نظرية ثانية بنسميها نظرية القطاعات، سيكتور ثيوري. نظرية القطاعات تبدو أنها أكثر واقعية من نظرية الحلقات المركزية. ليه؟ سبب، قال صاحب النظرية هذه، نوريكم إياها على طول. صاحب النظرية هذه اللي هو
هي قطعات 1 2 3 4 المركز في واحد، في مركز واضح يعني ما اختلفناش عن المركز انه منطقة المال والاعمال سنترال بزنس ديستريكت، ولكن تحيط المناطق رقم 2 قطاعات 2 اللي هي المنطقة المجاورة للمركز. ايش سمناها في نظرية الحلقات المركزية؟ منطقة انتقالية. هنا سماها منطقة التجارة، التجارة الحرة، منطقة رقم 2. ليش؟ لانها بتخدم منطقة رقم 1. اوكي، ممكن نسميها منطقة انتقالية ولكن هي مش انتقالية. ليش؟ لانه وين بده ينتقل؟ انتهت، يعني هي نهاية ايش؟ المدينة، وبالتالي مش انتقالية. انت لا تستطيع انتقال من 1 إلى 2 إلى 3، هاي 3 مثلا اصغر منها وهكذا، فسميناها منطقة تجارة حرة. واضح؟ الجملة او حرة او انفردة. طيب احنا 2 2 2 2 3. طب ايش سبب رقم 3 اللي هو رقم مساكن العمال، ورقم 4 ذوي الدخل المتوسط يعني الافضل، ورقم 5 اللي هي منطقة الضواحي او النائي عن المركز. طيب ليش اكثر واقعية؟ قال انه لا تستطيع الدائرة في هذا الاستعمال او تلك اغلاق الدائرة كاملة، يعني المدينة مش فيها تماثل تام زي ما بدنا. يعني المدينة مش عبارة عن انك تمسك قلم ودفتر قلم وورقة لوحة هيك وتخطط زي ما بدك، لا، في ظروف عندك بتحكمك. افرض انه مثلا هنا في جبل، لا تستطيع ايش اختراق الجبل وتمدد المدينة وتوسع المدينة في هذا المجال. افرض ان في حدود قصرية طبيعية، مياه، بحر، حدود احتلال دولة اخرى الى اخره، لا تستطيع المدينة تنتقل، وبالتالي يستطيع ان ينتقل في قطاعات وهي الامثل، يعني سيكتورز تم ماشي في سيكتورز حول خطوط المواصلات، قد يكون خط مواصلات هان وبالتالي المدينة نمت في هذا الاتجاه، ما فيش خط مواصلات هان حتى تنمو المدينة في هذا الاتجاه. واضح؟ هذه نظرية ايش القطاعات لاستعمالات الاراضي. في المدينة الثالثة أو النظرية الثالثة هي نظرية المراكز المتعددة، وهذه النظرية برضو واقعية أكثر. يعني صاحب هذه النظرية قال أنه ليس بالضرورة أن تتوسع المدينة بشكل حر وبشكل لا نهائي، يعني ما بستطيع مدينة غزة تأمت إلى الشمال لما تصل رأس النقورة وإلى الجنوب لما تصل عريش، مش ممكن لأنه في حدود، في ملكيات أخرى، في إلى آخره. طيب ولا يستطيع أيضا المركز أن يخدم المدينة كلها، يعني ما يستطيع الإنسان يجي 20 كيلومتر عشان يشتري له بدلة أو قلم رصاص أو ما شابه ذلك. ليش؟ لأنه ما فيش حواليه أي محلات تجارية أو أي مراكز تجارية. واضح؟ إذا يعني فكر في استدامة المدينة وديمومتها وحيويتها، هي تكمن في تعدد المراكز. بنكون عند بيتك او قريب من بيتك مركز تجاري انك ايش تتسوق منه ويخدمك هذا المركز، مش بالضرورة تركب سيارة تمشي بالساعة والساعتين عبين ما تلاقي الحاجة. واضح؟ فقال انه يجب ان تكون متعددة المراكز. ليش يكون مركز واحد؟ هي مركز واحد بديش اياها لا قطاعات ولا دوائر. ليش؟ لان الحلقات الدائرية هي مركزية بالفعل، حلقات هي نظرية الحلقات المركزية هي دائرية الشكل ومركزية في الدرجة الأولى. هنا رقم 1 ظلت السي بي دي، رقم 2 اللي هو المنطقة الانتقالية، ممكن رقم 3 المنطقة المجاورة للسكن الأفضل نوعا ما، منطقة 4 السكن العمال عفوا، منطقة 4 السكن الأفضل، منطقة 5 اللي هي الضواحي. استجد أن مجموعة من المناطق، مركز ثاني مثلا 9 صناعات، لأنه استطعنا أنه إيش نوفر في هذه المدينة مجموعة من الاستعمالات اللي لم تكن موفرة في نظرية القطاعات المركزية، نظرية الدوائر اللي هو الحلقات المركزية أو نظرية القطاعات. رقم 8 مثلا الضواحي، هنا ضواحي. رقم 7 مركز آخر للضواحي هنا. رقم 8 اللي هو منطقة صناعات، ورقم 9 منطقة صناعات ثقيلة، ونعيدهم مرة ثانية. رقم 1 كنا احنا المركز، منطقة الأعمال سي بي دي، فنادق وبنوك وغيره، منطقة تجارة جملة وصناعات خفيفة. رقم 2 منطقة مساكن ذوي الدخل المحدود،
منطقة مساكن عمال تقريبا متشابهة بالاستعمالات الأخرى. وفي عنا رقم 5 منطقة مساكن ذوي الدخل المرتفع، 6 منطقة صناعات ثقيلة، ومنطقة أعمال وتجارة 7، ومنطقة مساكن الضواحي 8، ومنطقة صناعات الضواحي. يعني صناعات ثقيلة والخفيفة هذه كلها عبارة عن مراكز أخرى للمدينة. واضح؟ واضحة؟ ننتقل إلى النقطة الثالثة اللي هي مراحل إعداد المخطط. وإن كنا قد تحدثنا يعني تحدثنا طويلا في المراسم عن مخططات الوضع القائم، بدنا احنا دراسات تاريخية ودراسات فيزيائية ودراسات اجتماعية ودراسات اقتصادية ودراسات فيزيائية واستعمالات الأراضي وغيره. المرحلة الثانية، المرحلة الأولى انتهينا يوم الاثنين إن شاء الله في مناقشة واضحة من المخططات تكون جاهزة وفي مرسمكم هناك والمجموعات حضر حالة من الساعة 10 تكون عندكم 12 على 12 خليها حسب المرسم إن شاء الله. إيه طبعا التقرير بده يكون جاهز، مخططات هذه بدها تكون جاهزة، وفي يعني دكاترة جايين يناقشوكم إن شاء الله. وننتقل من المناقشة إلى الوضع المقترح. تحليل المعلومات وتحديد المشاكل والسياسات، هذه المرحلة اللي بدها تيجي بعد المناقشة خلال الأسبوع هذا. بدنا نحلل مثلا عدد السكان عندنا 5000 نسمة. طب 5000 نسمة هذول عدد السكان، ولكن احنا بهمنا قديش منهم أطفال، قديش منهم ذكور رجال نساء، قديش منهم باطلين على العمل، قديش منهم هو طلاب جامعة وطلاب مدارس. ليه؟ لأنه هذول الفئات احنا بنخاطب فئات، بنخاطبش عدد كامل وشامل. المدرسة ما بتنفعش اللي زي واللي زيك، انت بتنفعك جامعة، المدرسة ايش بدك فيها؟ انت تعديت مدرسة. وبالتالي انا بدي اشوف العدد الحقيقي لطلاب المدارس اللي انا بدي ابديلهم المدارس. واضح؟ كل خدمة لها فئة وشريحة معينة بده اياها. ملعب اطفال بخاطب الاطفال، وخاطب الرجال الكبار وهكذا. لذلك احنا تحليل المعلومات والبيانات هذه شيء مهم جدا يجب استدراكه في المرحلة الثانية اللي هي قبل المرحلة الثالثة، وان كنا سوف ندمجهم مع بعض سنتين. ليش؟ لانه ما في شيء خط فاصل كبير بينهم. اذا تحليل المعلومات وتحديد المشاكل والسياسات، في ان تحليل الدراسات الميدانية، تعملت مجموعة كبيرة من الدراسات بس عندك داتا لسه، انت عندك داتا معلومات احنا بدنا نحللها عشان نستفيد منها. ايش الفرق بين المعلومة البيان والمعلومة؟ البيان هي عبارة عن داتا، والمعلومة هي عبارة عن اخذنا الداتا اللي هو البيان وحولناها وحللناها فاصبحت معلومة، فاصبحت معلومة. لذلك المعلومة اهم بكثير من البيان. خبر، خبر حيف فيك ناشف ما بنفعنيش، ولكن اللي بنفعني انه تحليل هذا الخبر. في النهاية بدي التحليل. عندنا تحليل استعمالات الأراضي حسب النظريات تو شرحناها. انتم عندكم يمكن القطاعات هي أكثر شيء موجودة. القطاع، نظرية القطاعات هي اللي موجودة في كل المدن تقريبا. ثم ترجم دراسات الوضع القائم إلى مخططات الوضع القائم بألوانها. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة الاقتراحات والتوصيات وإعداد مخططات الوضع المقترح وإعداد البدائل والحلول وتجهيز نظام الفني المقترح. النظام الفني هو عبارة عن ما يسمى بالتقرير عندكم، ولكن هو أكبر من تقرير، نظام تشريعات، نظام قوانين، نظام. أنا بدي المنطقة هذه تكون منطقة تنظيم باء أو جيم، وقديش يعني الارتدادات بدها تكون، قديش عروض الشوارع بده يكون، قديش الارتفاع المبنى المسموح فيه. اوكي، هذه بنسميها اللي هو النظام الفني، لانه كل مخطط او كل مجموعه من المخططات له كتيب، والكتيب هذا بيرجع للواحد الى كل ما يحتاجه. طيب، خطوات اعداد المخطط الشامل، تشخيص المشاكل احنا قلنا، جمع المعلومات و تحديد المقاصد، البدائل، تنفيذ المخطط، برنامج اعداد تنفيذ المخطط اللي بنسميه اكشن بلان، الى اخر هذه المعلومات. انظمه تمييز المخطط الشامل، في عندنا نظامين زي ما قلنا، نظام الالوان
ونظام الترميز، وهذا تم الحديث عنه في المراسم بشكل كبير جدا. نظام الألوان اللي هو اللوحة اللي أعطتكم إياها بألوانها وتمام، ليش أنا كنت أدق على الألوان كثير؟ لأنه اللون هذا عبارة عن نظام لا يجوز الإخلال به. يعني ما أقول أنه 1+1=2، لون الأزرق السماوي عبارة عن منطقة سكنية، ما بقدر أحطها خضراء ولا بقدر أحطها برتقالي، سكني خلاص أزرق سماوي عبارة عن منطقة سكنية، وهذا الكلام ينسحب على جميع الاستعمالات. في نظام ترميز اللي هو نحط رمز معين مثلا A315 أو B15 أو كذا، هذا مش موجود. نعم، زي توزيع القسائم، بس هذا مش موجود عندنا في بلادنا بالنسبة للاستعمالات. القسائم موجود ولكن الاستعمالات مش موجود بسبب يعني عدم يعني وجود نية في البلدية بهذا الحال. يعني بالألوان تكفي بالنسبة للتطور البلد. طبعا نظام جائز ادخلوه جديد الآن كله نظام محوسب، بالذات في بلدية غزة في نظام محوسب، القطع والقسائم، الحدود القطعة والنقاط الثابتة لكل قطعة موجودة ومرفوعة حسب نظام الGIS، والنظام متطور جدا. عندنا المخططات اللازمة قبل إعداد المخطط الشامل. احنا قلنا المخطط التفصيلي هو عبارة عن مخطط شامل، واضح؟ نتحدث دائما عن مخططات شاملة اللي هي تشمل جميع استعمالات اللي يعني بيستخدمها الإنسان كله، من سكن النشاطات، من سكن، من زراعة، من تجارة، من ترفيه ديني ثقافي اجتماعي كله. اوكي، عندنا هان بدنا مخطط التصوير الجوي للمنطقة والتي توضح الوضع القائم للمباني والطرق والساحات والخضراء والمزارع إلى آخره، وهذا تم إعداده من قبل الطلاب. في الخريطة الكونتورية للمنطقة للتعرف على طبيعة وتوبوغرافية الأرض، هذه أنا ما طلبتها منكم بسبب توفير شغل، ولكن يجب أنكم تعرفوا أنه في البلدية إذا كنت موظف بلدية بدك تسوي الشغل هذا. بدون خريطة كونتورية للمنطقة صعب الشغل أو ما في الشغل. ليه؟ لأن التوبوغرافية تحت المنطقة مهمة جدا. بدي أعرف أنا أفتح شارع، قد أفتح شارع في جبل ما بنفعش، وبالتالي بدي أعرف التوبوغرافية للمنطقة، خطوط الصرف الصحي والمياه، والصرف الصحي بالذات هذا تابع للخطوط الكونتورية للمنطقة، مهم جدا. بدون معرفة خطوط كونتورية بقدرش أعمل أي شبكة للصرف الصحي ولا المياه. المياه يمكن أفضل شوي لأنه في مضخات بتضخ، بس الصرف الصحي ما فيش. الصرف الصحي الجاذبية الأرضية هي اللي إيش تتحكم فيه. في النهاية بيجمعوه في مكان، وهذا ممكن يستخدمه مضخة واحدة صحيح، ولكن مش كل بيت بده مضخة ومطور. لا، عندنا خريطة القطع والقسائم، هذا برضه من الخرائط الهامة جدا، لأنه القطعة والقسيمة، قطعة رقم 1، قسيمة رقم 3 إلى آخره، بدي أشوف حدود القطع والقسائم وين هي الحدود هذه من حدود الشوارع اللي أنا بدي أفتحها. أنا عادة إذا بدي أخطط شارع وأفتح شارع لازم يكون بالتناصف بالعدل، يعني بين القطعة نقول قسيمة رقم 1 وقسيمة رقم 2 وبينهم إيش الحد، فبدي أخذ لي 10 متر من هنا و10 متر من هنا بصير شارع 20 متر، أو 5 و5 بصير 10. يعني بدي أشوف خط القطعة والقسيمة عشان أفتح الشارع بينهم. لا يجوز أنه أفتح الشارع على حساب قسيمة واحدة وأخرب القسيمة كلها، بس بقدرش يستفيد منها المواطن، بعمل ثورة المواطن ضد يروح له دلمين ثلاثة من الأرض، صعب. وبالتالي مبدأ العدل بين القطع والقسائم لازم يكون متوفر وموجود. كذلك خريطة القطع والقسائم تلزم وين؟ لما أشوف المباني متعدية هل موجودة داخل القطع والقسيمة ولا خارجها اللي هو متعدية على الشارع ولا لا. حاجات كثيرة، الملكيات، خريطة الملكيات الأرض بدي إياها، هذا كله أنا ريحتكم منه بسبب ضيق الوقت من 3 شهور. المخطط التفصيلي هذا بقعد فيه سنة في البلدية وزيادة عن سنة قبل ما يعتمدوه، لكن احنا عندنا 3 شهور ومجموعة صغيرة من الطلاب، من 3 إلى 4 طلاب، وبالتالي صعب الحصول على المعلومة أيضا. يعني أنتوا تاخذوا الشغل منذ بدايته من الصفر تبدأوا حتى تحضروا، وبالتالي أنا خففت عليكم اللي بقدر أخفف. خريطة ملكيات الأرض بدي أعرف الأرض هذه أوقاف،
ولا ملكيات خاصة ولا ملكيات حكومية أو عامة وكذا، حتى أقدر أتصرف في الأرض. عندنا مخططات مشاريع الإفراز، وأعتقد تم شرح هذا في دراسات معمارية معاصرة الفصل الفات. مشاريع الإفراز هذه عبارة عن مشاريع مساحية تقسم الأرض إلى مقاسم صغيرة قابلة للبناء، يعني مقسم مساحته 250 متر فما فوق إلى 500 متر، وإله حدود معروفة، إله أربع حدايد على الزوايا معروفة، والشارع معروف قديش، كذلك في نظام للبناء معروف، تشريعات معروفة كله معروف، كذلك مواقع الخدمات والمرافق اللي موجودة في المشروع معروفة. أنا بدي أسكن، بدي مدرسة جنبي، بدي مثلا مسجد، بدي مرافق وخدمات، اللي بدي بير مية عشان يعطيني مية للشرب وهكذا. إذا المشروع الإفراز، هل المشروع مفرز أو لا؟ بدي أعرف، لأنه سعر الأرض المفرزة أغلى من سعر الأرض الغير مفرزة. مشروع إفراز معناته للسكن، مشروع غير مفرز معناته ممكن يكون زراعي، ممكن يكون سكني، ولكن مشروع إفراز طبيعي للسكن، هذا بنسموه مشاريع إفراز أو مشاريع تقسيم. سبعة، عندنا خريطة دمج التصوير الجوي مع القطع والقسائم والخطوط الكنتورية. هذه الخرائط اللي هو التصوير الجوي، قطع القسائم والخطوط الكنتورية، بنعملها لاير فوق لاير فوق لاير، وبالتالي الثلاث لايرات هذول بكونوا على خريطة واحدة، وبطلع الخريطة ببين تصوير جوي يعني المبنى في أي قطعة وقسيمة موجود هو، ثم كيف توبوغرافية عن طريق الخطوط الكنتورية بالنسبة للمبنى. كل الثلاث خرائط هذول بكونوا في خريطة واحدة، وهذا المفروض تعملوه أنتم. شغل اشتغلناه عبارة عن تخفيف، ولكن في البلدية لا يجوز الشغل إلا إبو. حبيت أنوه، عندما يجيكم سؤال الامتحان إيش المخططات المطلوبة، تذكروا لي هاي المخططات هذه ومش المخططات اللي عملتوها في المرسم، لأنه أنا خففت عليكم كثير من المخططات. ثم آخر نقطة، تعرف على مخططات تنظيمية قديمة إن وجدت. ليش طيب بدي أتعرف على المخططات التنظيمية؟ أنا ما بخطط في بحر أو بخطط منذ يعني نشأة الأرض، أجيش على الأرض أنا خلاص فيش ولا بني آدم فيها، لا، فيها مليون نسمة الأرض في غزة، مليون وخمسمائة ألف، مليون ونص، وبالتالي أنا بدي أبدأ من حيث انتهوا المليون ونص هذول، بدي أتعرف عليهم، بدي أتعرف على السلوك الإنساني، العادات والتقاليد، بدي أعرف على المباني، بدي أعمل دراسة ميدانية المباني، بدي أعرف كل شيء، حتى إيش، إذا كان في مخططات، في قرارات مسبقة، في شوارع مسبقة، في مشاريع مسبقة، حتى أنتقل من المسبق وإلى الجديد. طيب، لوحات المخطط الشامل التفصيلي، في عنا مخططات الوضع القائم، لوحات المباني، أرضي إلى آخره، هذا كلها تم شرحها ومش داعي نضيع الوقت فيها. التشطيبات وهي الألوان كلها موجودة، لوحة استعمالات الأراضي، لوحة الطرق، لوحة الحالة الإنشائية للطرق، لوحة مادة الرصف، لوحات البنية التحتية اللي إن شاء الله حنشتغلها في الوضع المقترح. ثم مخططات الوضع المقترح. مخططات الوضع المقترح، بدنا نبدأ بمخطط استعمالات الأراضي. في كونسبت معين، كونسبت هذه عبارة عن مشروع، فكرة، والفكرة هذه بدي أطبقها في استعمالات الأراضي. إيش الفكرة اللي عندي أنا حتى ننتقل منذ يوم الاثنين في عمل هذه الفكرة؟ فانتقل من المشاكل الموجودة، إيش في مشاكل عندي في المنطقة؟ ففيش عندي خدمات، بدي أعمل خدمات. فيش عندي شوارع كفاية، بدي أعمل شوارع كفاية. في عندي عدد سكان كبير، كثافة سكانية مرتفعة، بدي أشوف وضع السكان وين بدي سكنهم. ما فيش عندي مناطق سكنية جديدة، بدي أدبر مناطق سكنية خارج منطقتي. هذه هي الفكرة اللي أنا منتقل منها. بدي أخلي المنطقة تجارية، هل المنطقة قابلة أنها تكون تطور تجاري في المستقبل مثلا، أو تتطور سياحي، منطقة سياحية ترفيهية إذا كانت في بجوار البحر، هل المنطقة بتكون مثلا قابلة أن تكون مثلا ملتقى طرق ومواصلات مثلا متقدمة متطورة، نعمل محطة قطار، محطة مترو، بنعمل ما شابه ذلك، هل مثلا منطقة ذات طابع ريفي زراعي أبقيها على المنطقة الزراعية والسكان مش كتار هناك، وبالتالي بديش أخلي المنطقة كلها سكنية وأبقى على
مناطق كثيرة ومساحات كثيرة من المناطق الزراعية، هل منطقة تجارية وهكذا، بدي أشوف طبيعة المنطقة. أنا عشان هيك درست الدراسة الميدانية. طيب هل المنطقة تحتاج إلى مركز ولا فيها مركز؟ هل المنطقة يعني هي عبارة عن مركز للمجاورات اللي حولها ولا لا؟ كل هاي الأفكار هذه، كل مجموعة بمجموعة بقدرش أنا أحدد، أنتم بدكم تحددوا شو بدكم إياه من المنطقة، إيش اللي ناويين تعملوه في المنطقة، هذا أنتم بدكم تحددوه بسبب الأفكار، بسبب الدراسات اللي عملتوها، وبسبب المشاكل اللي وجدتوها. هل المنطقة هذه خليها منطقة مثلا ذات طابع معماري مميز يختلف عن الطابع المعماري اللي موجود في المناطق المجاورة لأسباب موضوعية، أسباب ثقافية فكرية موجودة؟ هل المنطقة هذه قديمة مثلا حافظ على المباني الأثرية وأعمل حفاظ معماري في هذه المنطقة لكي أجعل منها منطقة مثلا محمية، محمية معماريا مثلا، إلى آخر هذه الأفكار. يجب إيش إن شاء الله خلال الأسبوع القادم تكونوا يعني على عدم ودلي من هذه الأفكار. البدائل مثلا مخطط استعمالات الأراضي هو برنامج مكتوب ومخطط مرسوم، هذا تعريفه، يوضح خطة مستقبلية لاستعمالات الأرض في منطقة التخطيط ولفترة زمنية محددة من أجل توجيه هذه الاستعمالات والتطور العمراني فيها لخدمة أهداف المجتمع وغاياته المحددة مسبقا. هذا التعريف يريد نحفظه نفهمه كويس، وهو بالتالي يعتمد على إطار زمني من 3 مراحل: أنماط استعمالات الأراضي السابقة خلال فترة من 15 إلى 20 سنة قبل البرنامج الجديد. طيب بدي أدرس قبل 15 سنة إيش كان فيه، اللي هو الدراسة الميدانية. أنماط استعمالات الأراضي الحالية الوضع القائم والتوقعات المستقبلية خلال فترة من 15 إلى 20 سنة قادمة. يعني أنا تخطيط الآن بدي يصلح إلى 20 سنة في المستقبل. المدرسة اللي بدي أبنيها بدها تغطي خدمة طلاب لعشرين سنة، تقدم تعليم للطلاب لعشرين سنة. المسجد اللي بدي أبنيه بدي يكون المصلين بعد 20 سنة يكونوا متوفيين فيه، متوافيين مش متوفيين، لا أوكي يعني كاملين خلاص، ندب الملأ اللي بالمصلين وهكذا. طبعا كما أنه في نفس الوقت يعتمد على 3 خطوات أساسية: تحديد الأهداف، تطوير معايير تخطيطية، وتصميم وإعداد مخطط استعمالات الأرض. الأهداف اللي هو المشروع اللي تو حكينا عنه، إيش هدفي أنا من المنطقة، إيش إيش بدي أسوي من المنطقة أنا، إيش تصور للمنطقة، ثم معايير لخدمة التطوير وتصميم وإعداد اللي هو تصميم النهائي. في عنا يشمل مخطط استعمالات الأراضي تصنيفات المناطق السكنية وشروطها، هذا إيش اللي بده يكون يعني تركيبة تبعت استعمالات الأراضي، تصنيفات المناطق والمراكز والمحاور التجارية وشروطها، تصنيفات المناطق الصناعية وشروطها، تصنيفات المناطق المفتوحة، تصنيفات الخدمات العامة، المرافق العامة، شبكة الطرق، عروض الطرق، إلى آخر هذا المخطط. مخطط الخدمات العامة هذا المخطط الثاني بدي يكون مجموعة من الخدمات موجود فيه، يحتوي على كل المعلومات الخاصة بكل الخدمات العامة من حيث الموقع، الخصائص، السعة، الاستيعاب، التوسع المستقبلي إلى آخره. في عندنا مثلا خدمات تعليمية منها مدارس، كليات ومراكز. في عندنا مناطق مفتوحة مثل منتزهات وأحزمة وملاعب، مسطحات مائية، شواطئ، مناطق توسع مستقبلي، هذه كلها بنسميها مناطق مفتوحة. في خدمات صحية، عيادات ومراكز، مستشفيات. في مباني ومناطق دينية، مساجد، كنائس، مقابر. وفي عنا مباني عامة، مباني بلدية، الشرطة، إطفائية، مباني مؤسسات. وفي مرافق الصحة والبيئة. من أهم القضايا هنا مصادر المياه اللي هي الصحة والبيئة، التحكم بتلوث المياه والأمطار، التحكم في النفايات الصلبة، التحكم بتلوث الهواء، والتحكم بالفيضانات. هذه هي مخططات الصحة والبيئة. إذن هذه المخططات الخدمات بدها تكون موجودة في مخطط يسمى مخطط الخدمات.
واضح؟ يعني استعمالات الأراضي هيها مخطط استعمالات الأراضي خلصناها، مخطط الخدمات العامة بدنا إياه هاي تصنيفاتها، مخطط مجالات الخدمة اللي هي دوائر الخدمة طبعا، يبين هذا المخطط دوائر التأثير الخدمات التعليمية والصحية والدينية والثقافية وباقي الخدمات من أجل معرفة حاجة المنطقة إلى خدمات جديدة يتم اقتراحها. وقديش احنا المسجد إله مثلا، المدرسة إلها، ابتدائي إعدادي ثانوي، الجامعة إلها، السوق، كل هذا إن شاء الله حطيكم إياه في المدسم بعد يوم الاثنين. في عندي برضو مجموعة من المعايير هنشرح لكم إياها إن شاء الله فيما بعد. وفي عندي مخطط المواصلات، هذه المخططات اللي أنا بدي إياها. مخطط المواصلات يحتوي على مجرات حركة وانتقال السكان داخل منطقة التخطيط في وضعها الحالي والمستقبلي مع المشاكل والمعوقات والاحتياجات المستقبلية وعلاقتها مع بقية عناصر تخطيط المنطقة. طبعا زي ما عملنا احنا في الوضع القائم، بدنا في الوضع المقترح الشوارع اللي موجودة في الوضع القائم تبقى بنفس اللون. الشوارع المقترحة إذا سواء وسعت شارع أو عملت شارع جديد أو مديت الشارع، يعني كان شارع طوله 200 متر خليته 400 متر، هذا بيبقى لونه أحمر، أحمر يعني جديد، والبني يعني قائم قديم. أوكي، سواء وسعت الشارع أو عملته جديد نفس الشيء نفس اللون، بينما ظل على ما هو متغير بختلفش، بكون عندنا إيش، بكون عندنا لون طوبي أو بني. نظام النقل العام، خطوط سكة حديد وكذا، اللي هو يعني محطات حافلات، محطات حافلات، مواقف باصات كبيرة إلى آخر هذه المخطط. الطرق مثلا طرق رئيسية مجمعة محلية، وأعتقد تم شرح الطرق وحيكون لنا محاضرة كبيرة عن الطرق وكيف تصميمها وكيف تخطيطها. مخططات البنية التحتية، هذه اللي بدنا إن شاء الله نستحدثها في الوضع المقترح، مثل شبكات المياه والصرف الصحي، لوحة الكهرباء والهاتف. ننتقل إلى التكوين البصري للمدينة. آخر موضوع، آخر نقطة، التكوين البصري للمدينة إيش معناته؟ عند تخطيط المدينة وتصميم مكوناتها البصرية يجب مراعاة الشعور الإنساني والراحة النفسية والانطباع الإيجابي للإنسان حول المدينة، فرضا وسعادة الإنسان والتكوينات البصرية تحدث بالمراحل الآتية. هذه فكرة جيدة من راحة الناس احنا، صح؟ اوكي. في البداية يدرك الإنسان التكوين ككل عند اقترابه منه تدريجيا، ثم يبدأ بإدراك الجزئيات والتعرف على خصائصها ويتأثر بها. إذن حنشوف صور احنا لما تكون انت جاي من بعيد، ولما تكون جاي من بعيد على المدينة بتدرك شيء معين من المدينة، بتشوف أنوار زي في الليل مثلا، بتشوف أنوار أو في النهار بتشوف معلم، وتدرك إن والله أنا اقتربت من المدينة، اقتربت من التكوين العام، ولكن تفاصيله ما بعرفش. يشعر الإنسان بالمتعة والارتياح، هذه الخطوة الثانية، بهذه التكوينات في المنطقة أو لا يشعر، ممكن ممكن لا. يتنقل الإنسان في المنطقة ويتجول بطمأنينة بدون الشعور بالغربة والكآبة والخوف، أو يشعر كأنه في منطقته. أوكي، أنا أجيت وشفت معالم، دخلت المدينة، شعرت بالمتعة، تجولت، شعرت بالأمان والراحة، وشعرت بإني إيش في المنطقة. المنطقة تجذب الإنسان، هذه المعايير شباب، وتجعله لا يغادرها بسهولة، وإذا غادرها تبقى في ذاكرته ويرغب بالرجوع إليها. هذه منطقتك، هيك بدك تسويها. اللي بزورها بتمتع، بنبسط، يشعر بالأمان والراحة والرفاهية فيها، وبتجول فيها بكل أمان، ما حدش بيزعجه. المناظر الخلابة، العناصر البصرية والتشكيل البصري موجود فيها، المعالم الأثرية، عفوا المعالم الخلابة الموجود فيها، المشهد الحضاري موجود. ثم إذا بدك تنتقل منها تقول يعني ساعة السعادة انتهت وبدي انتقل، ثم ترغب مرة أخرى إلى الرجوع إليها.
بهذه المواصفات بدنا منطقة مخططة، أوكي؟ وليس بالمواصفات إنه يا ريتني ما جيت وما عمري بدي أرجع لها المنطقة هذه، والله حطني، لا بنفعش، أوكي؟ إحنا بدنا مواصفات بهذا الشكل. شوفوا الأشكال هذه يا شباب. أنت عن بعد، يعني أول صورة مشاهدة الكل عن بعد، ثم يدرك الإنسان الجزء عندما يقترب. أنت بعيد، أربع أشخاص، أحمد ومحمد وسعيد وهو الأخيره، وشفتهم عن بعد. مين هذاك الناس؟ أحمد، الله يرضى، أظن أنه أحمد، أظن أنه حسن. لا يا رجل مش حسن، هذا في البداية، حتى مش عارف أنه رجل أو امرأة، حتى مش عارف أنه أحيانا مش عارف أنه شخص أو عمود كهرب، أوكي؟ بيقترب الإنسان، ببين حسن، والله حامل شنطة، صحيح، أوه والله هو حسن، صح. فكل ما يقترب الإنسان بشعر إيش بشعر. هذا مثال. نيجي للمنطقة نفسها عن بعد، وانت مسافر كده بتلاقي غيوم، تلاقي بعض الأشجار الكبيرة، أظن أنه هذه مدينة غزة. اقتربت منها، لا مش مدينة غزة، طلعت مدينة جباليا، وهي الخط الشرقي. مدينة جباليا أي منطقة من جباليا، الخط الشرقي عزبة عبد ربه، هنا وصلنا عزبة عبد ربه. يعني قربنا، وصلنا إيش، نشاهد الجزئيات ونحدد الجزئيات. هاي في عنا مبنى، حتى العناصر الصغيرة، الشبابيك والأبواب بينت، الأشجار بين، الشارع بين، هنا لا عناصر صغيرة ولا إشي، وإنما مبينات كتل مصمتة عن بعد. هنا حتى الكتل مش مبينات في البداية، واضح؟ عنا منظر آخر، مثلا نأخذ سكالتشر اللي هو نصب تذكاري عن بعد. السكالتشر هذا مبين عمود وخلص، شو شكله وكيف، وهل طائر العنقاء موجود ولا سكالتشر بشكل آخر ولا لوحة ولا إيه. لكن هنا بين السكالتشر، بين محاط بالميدان اللي هو الكتل الموجودة حوله، ولكن الكتل أيضا غير واضحة، النسبة والتناسب بين السكالتشر والكتل برضو غير واضح. لكن أنا لما اخترت منه وضح أكثر وأكثر، بين السكالتشر حقيقته، الكتل والشبابيك والنوافذ بينت على حقيقتها. هنا الشاهد في الموضوع اللي هو ايه، اللي هو المخطط نفسه. انت في بداية المخطط بدك تجيب ورقة وقلم رصاص ومحاي، هاي بلزمك، لا تجيب لي لابتوب ولا LCD ولا اوتوكاد ولا غيره، ورقة صغيرة A4 ولا A3 كبرها شوية، وقلم رصاص ومحاي عشان اذا غلطت تمحى. هذا هو المعماري الاصيل، هذا هو المعماري الاصيل. بخطط، بدي شارع هنا، بدي كتلة هان، كتلة هان، بدي منطقة فارغة هان، بدي إلى آخره. طيب هذا هو الخطوط، هذه يمكن خطوط جغرافية طبوغرافية وما شابه ذلك، معروف. أوكي، أنا حددت نوعية المباني، الكتل هاي في عنا فراغات في الداخل، عناصر جديدة، عند الشارع هذا وسعته شوية وزرعت بعض الأشجار، بينت معالم المدينة نوعا ما وشخصية المدينة، ثم بينت أكثر وأكثر، عملت شارع هان وعملت شارع هان، عملت الميدان، عملت المباني، الكتل صنفتهم وسميتهم كتل متلاصقة، وتقريبا يعني انتهيت من التخطيط على مجاورة سكنية، بينت الفكرة ايش بدي اياها من الأصل، ثم طورت الفكرة، ثم تطورت الى هذا الشكل في النهاية حتى ادرك هذه المعالم، في النهاية يخرج عندي أو ينتج عندي منتج تخطيطي ممتاز. نكتفي بهذا الحد، ونلقاكم إن شاء الله يوم الاثنين على خير.